تعرف يا جيسي، امبارح قريت كتاب اسمه البحث في الذات، كتاب كده مهم قوي وتحسي انه نضيف في نفسه. اللي انت بتقوله ده ينفع يتقال على اي كتاب؟ وبعدين انت من امتى بتقرا اصلا؟ اتعلمت يا ستي القرايه في رابعه ابتدائي. هو ايه اللي اتعلمت امتى؟ المثقف يا بنتي ما بيقولش على نفسه مثقف. امال بيقول على نفسه ايه؟ مش مثقف؟ المثقف بيبان انه مثقف من غير ما يفتح بقه، بتلاقيه بقى لابس كوفية حتى لو الجو حر. عشان كده بقى طقم الكوفيات اللي انت مزهقنا بيه ده. لا 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 يا بنتي، دي صدفة. المثقف بيبان من قعدته، يعني كل الناس بتقعد في كافيهات، هو الوحيد اللي تلاقيه رايح قاعد في وسط البلد على قهوة بلدي مع المثقفين والمهمشين. قلتلي كل الناس بتشرب قهوة عادي، المثقفين تلاقيه بيحتسي القهوة. لكن مفيش مثقف بيشرب سحلب مثلا؟ لا، هي دي صعبة شوية. بصي، هو ممكن يشرب سحلب عادي، بس ساعتها هيبقى بيحتسي السحلب مش بيشربه، صح؟ او انتي كده بقيتي مثقفة زينا، تقدري تيجي تحتسي معانا في اي وقت السحلب او القهوة. مساء الفل يا شباب، الكلام على ايه؟ الكلام على احتساء. احتساء؟ ايه ده؟ لا انت كده بقى يا استاذ حسن تروح تتثقف والجنة. المهم بس دلوقتي، الكتاب اللي قريته ده يا عصام فادك بايه؟ لا، هو الواحد لازم يبحث جوه ذاته، عشان كده فكرت بفكرة ان احنا نعمل مسابقة في الوكالة عن اكتشاف المواهب. وتبقى اسمها الوكالة جوت تالنت. حلوة قوي، واللي هيفوز بقى بالمركز الاول هياخد ايه؟ هيبقى حاصل على المركز الاول ويكفيه اللقب ده. موافقة، بس انا اللي هحكم، لان انا بحثت جوه ذاتي واكتشفت ان موهبتي هي التحكيم. مساء الخير، عرفي نفسك وقوليلي انتي من انهي بلد؟ ايه ده؟ في ايه يا جيسي؟ انا سلمى. احنا دلوقتي في الوكالة جوت تالنت، وانا لجنة التحكيم. انتي لجنة التحكيم؟ ماشي يا لجنة، انا اسمي سلمى من مصر. احلى تحية لمصر واهل مصر، شرفتونا. قوليلي بقى يا سلمى، موهبتك ايه؟ انا موهبتي الغنى. لا، مش جايين نتبهى بفلوسنا هنا، غنى ايه؟ لا مش ده، انا قصدي الغناء. قولي الغناء. طيب، حافظة حاجة بقى لأم كلثوم ولا فايزة أحمد؟ انت عارفة الغنوة اللي بتقول احنا الجيل اللي تدلع اللي تمتع، احنا الجيل اللي تفسح اللي تمرجح، شفنا العز عز يا عز، شفنا البط بط يا بط. عارفة يا حضرتك؟ انا عندي كمان موهبة تانية. لا، تانية ايه سلمى؟ معلش حبيبتي، في متسابقين غيرك بعدين. مساء الخير، عرفنا بنفسك وقول انت من انهي بلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم حسن من مدينة نصر. يا مرحب بكل اهلنا في مدينة نصر ومصر الجديدة. يلا، مقدم على ايه؟ مقدم على الشقة، ادعيلي تجيلي. يا عم انا مالي، انا قصدي مقدم ايه هنا في المسابقة. انا مشترك في فئة التمثيل. الله، اتفضل. الان افارقك يا ذلك المكان الخالد في ذاكرتي ابد الابدين، وداعاً وداعاً يا من كنت يوماً سكني، يا من عاصرت الضحكات والأفراح الصادقة ممن كان صادقاً بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين. قد يأتي يوماً أبعد مما أتخيل، نتقابل فيه بعد ثبات نوماً عظيم. قد لا تعرفني، قد أصبح حينها دميماً أو مخلوقاً مشوهاً، ولكني سأذكرك. بجد ما شاء الله عليك، زيرو تعبير، زيرو أحاسيس، مشاعر متبلدة. بجد يا حسن انت موهبة مدفونة، وبليز خليها مدفونة. شكراً جداً على الكلام الحلو ده، وأنا عاوز أقول اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب، وثقة في اللي نجاح. أنا ماهي من القاهرة. أم الدنيا النهاردة منورانا في المسابقة. قوليلي يا ماهي، موهبتك إيه بقى؟ موهبتي الفوازير. طبعاً شريهان ونيلي أكيد، قصدك رقص واستعراضات مش كده؟ لا، فوازير، أنا بقول فوازير، يعني مثلاً بطة ماشية على السور راحت وقعت، تقدري تقوليلي ليه؟ ليه؟ السور خلص، صرصار ماشي على الأرض مات، تقدري تقوليلي ليه؟ عمره انتهى أكيد. البطة وقعت عليه، في كلب بيضحك بقى، تقدري تقولي لي ليه؟ أكيد بيضحك على الصرصار اللي مات. لا طبعاً، بيضحك على البطة اللي وقعت. الله، بجد فوازير جميلة جداً يا ماهي، ياريت ما تقوليهاش تاني عشان صحتك وصحتنا.
أنا إن شاء الله اسمي سعد، موهبتي التقليد. واو، موهبة جميلة، مش عند ناس كتير يا سعد. الموضوع بدأ معايا لما كنت بقلد المدرسين في المدرسة. بعدها لا سعد حبيبي، معلش أنت مش هتحكي قصة حياتك هنا، يا ريت لو تنجز يعني. من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة، أنا الحكومة. أيوة قلد بقى. أمال أنا بعمل إيه؟ طب ده بقى أتحداكي إنك تعرفيه أساسا. تتحداني إيه؟ أنا المفروض أعرفه، ده لو أنت أصلا موهوب أو بتقلد صح. ده لو بقى اللي حضر الجن وما عرفش يصرفه يعرف إن الجن هيقرفه، وثقة في اللي نجاح. والله إحساسك صادق جدا وموهبتك جميلة ومش مفتعلة خالص. أنا بطلب نص شهر مكافأة. مش قادر أبص في عينيكي بعد ما كنت عندي ولا أعز، ده أنا ياما صرفت عليكي ووديتك شارع المعز. حعيش حعيش عادي من بعديكي، يعني طز وألف طز، يعني طز وألف طز. عصام أنت من ساعة ما لبست الكوفية دي وأنت بقيت واحد تاني. واحد تاني؟ أيوة واحد تاني، واحد تاني مش أناني، عايش لغيري ومش عشاني، رافض مكاني، رافض زماني، بس أجيب عربية فراني، عربية فراني. أنا بصراحة عجباني قصيدة طز وألف طز أكتر من عربية فراني. طب وإنتي إيه اللي مش عاجبك بقى في قصيدة عربية فراني عربية فراني؟ يعني ما بحبش اللون الفراني قوي، كان ممكن تجيب عربية بتنجاني، يعني حاجة كده لون تاني. ودلوقتي لحظة ظهور النتيجة. مش عايزين حد يزعل يا جماعة، واللي ما حالفهوش الحظ دي مش آخر الدنيا يعني. وفكرة إن أنت جيت وعرضت موهبتك ده في حد ذاته أكيد نجاح، والموهبة الحقيقية اللي بتوصل مهما كان. أيوة يعني مين اللي فاز برضو؟ لا فاز مين؟ ده أنتوا كلكم معدومين المواهب. يعني أنا كمان معدوم الموهبة؟ آه يا سعد، بعد اللي إحنا سمعناه ده أنت الموهبة ما عدتش قدام باب بيتكو أصلاً. عارفين ليه مش موهوب؟ علشان حدانا في البلد ابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن المدرس بيطلع مدرس، وابن السباك بيطلع سباك. يو بقى.